عمارة الحنين، فيك زايد حيلة وسط الكفن، في خليفة فاخر يحمل عرين، الشجاع ابن الشجاع المؤتمن. يا بلادي يا عمارة الحنين، فيك زايد حيلة وسط الكفن، في خليفة فاخر يحمل عرين، الشجاع كالشجاع المؤتمن. الحمد لله جليل النعم، باعث الهمم، ذوي الجود والكرم، ثم الصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ضيوفنا الكرام، حفلنا المبارك، نحييكم بتحية من القلب، يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن مع كلمة مدير الكلية يلقيها نيابة عنه الطالب محمد عبد الله بن يعروف رئيس مجلس الطلبة، وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات، المربون الأفاضل، إخواني الطلبة والطالبات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري والغبطة أن نحتفل اليوم بذكرى عزيزة على قلب كل إماراتي وعربي، الذكرى 44 لقيام اتحاد دولتنا الحبيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة. يزهو القريض به ويسمو المنطق، عيد على هام العلا يتألق، عيد ندل به على تاريخنا فخرا بمقدمة الكريم فيشرق، تقف البصائر دونه مذهولة لجلائل الأعمال حين تحدق. يا زايد الخيرات نهجك واضح صاف كنبع النهر إذ يتدفق، توجت آمال القلوب بوحدة في ظلها علم الحضارة يخفق. أيها الحفل الكريم، إنه حدث مفصلي في تاريخ المنطقة، وخطوة مباركة ومسيرة عطاء متجددة. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله تعالى عندما قال: إن التقدم والنهضة لا تقاسان ببنايات من الإسمنت والحديد، وإنما ببناء الإنسان وكل ما يسعد المواطن ويوفر له الحياة الكريم. أيها الحفل الكريم، نعم أيها الإخوة والأخوات، إن مؤسس دولتنا صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى قد أدوا دورهم بإخلاص وتفان، إذ تمكنت الدولة بفضل الله تعالى ثم بجهودهم المخلصة وسهرهم الدؤوب وتفانيهم من تحقيق الرخاء والرفاهية لأبناء هذا الوطن، فلهم نرفع أسماء آيات التحية والإجلال والإكبار، كما نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعالى ورعاه. وتقوم بتوفير التعليم التقني المتميز للطلاب والطالبات لترفد بهم سوق العمل ويسهموا في عملية التنمية في جميع المجالات، فهذه الكليات هي نموذج للإنجاز الاتحادي المتميز، شأنها شأن العديد من مؤسسات التعليم العالي التي تخرج في كل عام آلاف الطلبة والطالبات. أيها الحفل الكريم، لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذى به في كثير من الأمور، فهي التجربة الاتحادية الوحيدة في الوطن العربي،
وهذا يعد فخرا للشعب وقيادته الرشيدة. وقد حققت الدولة بفضل تنمية توعوية متميزة في فترة زمنية قياسية وجيزة مقارنة بعمرها الزمني القصير، فوطدت الأركان وأرست الدعائم القوية اللازمة لبناء مجتمع يتمتع أصحابه بالأمن والأمان والرفاهية والرخاء، وبمؤسسات تخدم الوطن من الناحية التعليمية والصحية المتطورة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة على ذلك إلى اكتساب سمعة طيبة على الصعيدين الوطني والعربي نتيجة لسياستها الحكيمة ودورها في تقديم الدعم والمساعدة للشعوب الفقيرة كي تتمكن من تطوير حياتها وتحقيق الأمان والأمن ورفاهية لشعوبها، وأن نبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يبقى وطناً عزيزاً شامخاً آمناً مستقراً أملاً مشرقاً ونبراساً مضيئاً للطامحين وأشواكاً دامية على طريق الطامعين. وكل عام والإمارات قيادة وحكومة وشعباً بألف خير وأمن وأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إمارات المعزة يا عسى عزك يدوم، سخروا يا شعب دارا عزة أخوك، الغمام ما نسينا شخص غالي نذكره في كل يوم، وحد السبع وغدا الدولة
تنافس في الامام زايد الله يرحمه شيخ العرب شيخ الدروب جعله الفردوس والله يرزقه اعلى مقام. يا بلادي يا إمارة الحنين لشعب الإمارات الكريم. نجدد عهد الولاء والانتماء إلى قيادتنا الرشيدة ونقول دامت الإمارات بعزها وشموخها وإبائها، حفظ الله الإمارات حكومة وشعبا من المحن ما ظهر منها وما بطن، ودامت الأفراح في أرض الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نفسي محمد بن يعروف النقبي. طبعا نهنئ حكومة الإمارات ونهنئ الشعب ونهنئ المقيمين بمناسبة اليوم الوطني والذكرى 44 لقيام الاتحاد، واسأل الله تعالى أن يوفق الدولة ويحفظ الحكام ويحفظ الشعب من كل شر ويحمينا إن شاء الله. حابب أشكر أصحاب السمو على كل شيء قدموه لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها الكريم، وحابب أقول شكرا خليفة. البيت متوحد وكلنا خليفة. البيت متوحد وكلنا خليفة. ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ حكام الإمارات وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة من كل شر والبيت متوحد. في البداية أحب أهني قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الله يحفظه إن شاء الله وأخوانه الحكام بهالمناسبة، مناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وطبعا إحنا كشعب دولة الإمارات طبعا محظوظين بهالقيادة الرشيدة، والله يحفظهم لنا وهني الشعب كذلك بهذا اليوم. طبعا أحب أشكر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على جهوده المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبارك لجميع حكام دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني 44، وأقول كلنا خليفة. ولائي للسيد الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه، الله الوطن الرئيس. بخصوص هالمناسبة السعيدة الله يديم علينا الأمن والأمان ويحفظ شيوخنا من كل شر. طبعا نبارك اسمه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الله يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية إن شاء الله باليوم الوطني، وعلى شعب الإمارات الكريم، والله يديم الأمن والأمان على الجميع. أحب أهني نفسي وإخواني في هذا اليوم الجميل اللي الكل متواجد للتعبير عن ولائه وانتمائه للوطن، وأشكر اللجنة القائمة على هذا البرنامج اللي بالفعل ينشر فكرة ومفهوم الولاء على مستوى الدولة في الكليات في المعاهد في كل مكان. شكرا جزيلا. نرفع أسماء آية التهاني وتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وجميع الشيوخ، الله يطول بعمارهم ويديمهم ذخر لنا وينصرنا إن شاء الله على كل حاسد وكل غابن. نشكر صاحب السمو الشيخ خليفة ونهني باليوم الوطني 44، إن شاء الله تكون دولة رخاء وعز وفخر. شكرا. شكرا خليفة، أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد على هذا الوطن ونحن كلنا لك. وهني الشيخ خليفة وحكام دولة الإمارات، والله يحفظ شيوخنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بأكبر التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أنا نائبي وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى العمار لدولتي وعمار يا بلادي. أحب أهني شعب الإمارات وشيوخنا الكرام بالعيد الوطني 44، وأحب أوجه رسالة شكر للشيخ خليفة الله يحفظه ويطول في عمره،
للجهود المبذولة للدولة. أحب أبارك لشيوخ دولة الإمارات وأبارك الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد وكل عام دولة الإمارات بخير. أبارك للشيخ خليفة بن زايد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والجميع حكام الإمارات بمناسبة عيد الوطني، والله يعود علينا كل سنة وكل حول، والله يديم الأفراح على الإمارات. كل عز وفخر دامني من دولة قائدها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله. شكرا بابا خليفة. حبيت أقول كلمة صغيرة للشيخ خليفة وهي شكرا من القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنما تقدم دولة الإمارات العربية فخر كبير لكل أبناء الوطن. حقيقة كلمات الشكر قليلة، ومهما صنعنا لدولة الإمارات ما راح نجيب كل شيء لها، فهذا شيء كبير تقدمه دولة الإمارات لنا. فالله يوفقنا إن شاء الله، والله يديم النعمة على دولة الإمارات، اللهم أدم النعمة على دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا حبيت أوجه رسالة شكر إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى نائبه، وإلى ولي عهده الأمين، وكل عام ودولتنا الحبيبة بأمن وأمان واستقرار، والله يدوم علينا هذه النعمة إن شاء الله، وإن شاء الله نرد هذا الجميل لشيوخنا وآبائنا اللي ما قصروا في تربيتنا وفي تعليمنا من الصغر، والله يحفظ إن شاء الله بلادنا. شكرا الشيخ خليفة. طبعا اليوم عندنا احتفال بالكوليج، والاحتفال صراحة كان وايد روعة. بمناسبة اليوم الوطني 44 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أتقدم إلى الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله بخالص آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة السعيدة، وأتمنى أن يعيده الله على دولة الإمارات العربية المتحدة سنوات مديدة. بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحب أن أهدي بيتين الشعر لدولة الإمارات ولشعب الإمارات ولقيادة الإمارات بشكل عام. ما أنا بائع قولا أو كلاما، ولكنها حر كلماتي تأتيكم سلاما سلاما، من عمان جئتكم ملفعا كرما وكرامة، أن يحفظ الله الإمارات شعبا وقيادة، وأن يكفيها الله الحساد والوشاة واللئامة. مأمون الغنام. مناسبة العيد الوطني 44 للإمارات، أتمنى لدولة الإمارات ولشعبها الكريم السلام والأمن والتطور والرقي، ولكل الشعوب العربية، والله يحفظ الإمارات وشعبها وشيوخها وكل من يحبها وسلامتكم. نفدي وطننا بأغلى ما نملك، وأغلى ما نملك هي أرواحنا. شكرا. إهداء لوطني. يا شموخ العز كله يا إمارات السلام، زينك ربي بحله زاد عشقك والغرام، زايد اللي مد ظله في خليفة لك وسام. كلي فخر إماراتي. يا بلادي يا إمارات الحنين،
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وأصحاب السمو، وأهنيهم على اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله الله يحفظ بلادنا وشيوخنا من كل شر. إلى شعب الإمارات القالي الحبيب نفسي، وبمناسبة العيد الوطني 44 أقول الله يحفظك يا إمارات، الله يحفظ شعبك وشيوخك وكل من يحبك، ومزيد من التطور والرقي والتقدم والأمن والسلام وسلامتكم. شكرا للشيخ خليفة على كل الجهود المبذولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتمنى له إن شاء الله كل الصحة والعافية، وشكرا. حبيت أشكر الشيخ خليفة على هالمجهود، وإن شاء الله الله يعود عليكم كل سنة وكل حول، وعيد الاتحاد ومشكورين. أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله. عندما يكون الوفاء دينا على في أعناقنا، وعندما يكون الوفاء شيئا يجب أن نرده إلى هذه الدولة، تكون هذه الوثيقة أقل مقدار لبعض الوفاء كي نرجعه لدولتنا ولقائدنا الشيخ خليفة. أحب قيادنا رشيدة، والله يحفظ البلاد. الله يحفظ بلادنا وشيوخنا ويطول بعمر الدولة، وأشكر الشيخ خليفة الشيخ محمد على اللي قدموا لنا، وجزاهم الله خير وكلنا خليفة. شكرا الخليفة، فخر الدولة، البيت متوحد. كل عام والإمارات بخير. شكرا خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في هذه المناسبة أرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله، وإلى أخواني حكام الإمارات باليوم الوطني ويوم الشهيد. طبعا دولة الإمارات لا تكفيها كلمات لرد جميلها، بل أفعال وبطولات كي نرد لجميل هذا الوطن في الوقت الحالي ومستقبل داخل وخارج الدولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طول الله في عمرك ورعاك، وجعلك ذخراً للإمارات وللشعب الإماراتي وللوافدين المتواجدين بدولة الإمارات العربية. Hello. Your Highness, you have created a heaven on the earth. People are very hospitable. There's peace. Absolutely no crime. I'm Dr. Narayan Gehlot from United States. I've been here at Fujairah Men College for last 3 months. It's very peaceful. I hope people can take your leadership and create the same heaven across the world. It's an excellent model. I have 51 inventions, 37 issued patents, and I'm here and like to meet you to contribute more for the innovative economy. Thank you, and God bless you with good health, longevity, and leadership for others to follow. Regards. نشكر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على كرمه وعطائه في الدولة وبنائه وتطويره للدولة، وجعله من صفوف في الصفوف الأولى من الدول المتقدمة. شكرا على هذه النعمة اللي نحن فيها، وأشكر كل اللي ساهم في خدمة هذا الوطن، ونحن قدها وقدود. نحن طلاب التقنية العليا، وإن شاء الله بنبذل جهدنا عشان نسوي اللي علينا، نسوي اللي وطننا يبيه واللي نحن نبيه عشان نوصل للعلالي ونسوي هذا الوطن أفضل وأحسن إن شاء الله. وفي خدمة الوطن الكل يحاول أن يرتفع ويعتلي، أن هذه من داخلنا، نحن نشتغل ونثقف ونحاول كل اللي بخاطرنا عشان نبني اللي بنوه وأسسوه حكامنا، من محمد بن راشد، من راشد المكتوم، ومن الشيخ زايد حفظهم الله ورعاهم والله يرحمهم. ونحن في مسيرتنا نحاول أن نبني ونؤسس النجاح ونوصل للقمم بإذن الله. وأشكر شكرا خاص للأشخاص وراء هذا الموضوع، وإن شاء الله للعلا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد على قيادته الحكيمة، والله يخليه ويحفظه. وهالمناسبة إن شاء الله تنعاد علينا كل سنة وكل حول، إن شاء الله بلادنا تكون عامرة بقيادة الشيخ خليفة وباقي إخوانه الشيوخ، وإن شاء الله ونحن بعد ما مقصرين مسوين دورنا وكطلاب وندرس عشان نفيد الوطن، وإن شاء الله كلنا خليفة
والله يخلي دولتنا الإمارات. قد ما راح نشكر الدولة ما راح نوفي حقها، راح يظل العشق دايم لدولتنا الإمارات العربية المتحدة. الله ثم الوطن ثم رئيس الدولة. شكرا خليفة. Happy National Day. Thank you Sheikh Khalifa. Hi, good afternoon and Happy National Day Sheikh. Thank you Sheikh Khalifa. شكرا أبونا خليفة. نشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أن هم وفرنا الأمن والأمان في الدولة ومعيشنا براحة وسلام وموفر لنا كل احتياجاتنا من بعد أبونا الشيخ زايد الله يرحمه. وأنا جدا فخورة كوني في هذا الوطن اللي بين عيال زايد وبين الشيخ خليفة، والله يحفظ لنا الشيخ خليفة بن زايد ويكون بتمام الصحة والعافية. طالبة سارة أحمد. أول شيء أحب أشكر الشيخ خليفة على جهوده، وإحنا ما كنا بنوصل لهذا المستوى إلا بواسطة الشغل. وصراحة أنا أفضل أني أبدأ في الإمارات وإن شاء الله أراويهم جهد. طبعا حبيت أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة على هذه المبادرة الرائعة اللي نعبر عن ولائنا برسالة، وهذا شيء قليل أن نعبر، مفروض أكثر، وقد ما نعطي لهالبلاد بعدنا ما وفينا حقها. السلام عليكم. I really enjoyed here today. It's the UAE National Day celebrations, and I'm here in UAE from last more than 1 year, and I never felt that I am not in home. I'm just feeling like I'm in Canada, like my home. So people are really nice, and also I enjoyed all these celebrations. I'm wearing this the dress also, and I'm enjoying the dress. And the food is also very delicious. People are really nice. Everybody brought a lot of stuff, and I hope that my other colleagues, they are also enjoying. And we always pray for the prosperity and the best future for this country. I'm Dr. Narayan Gehlot from US. I'm Indian American. And we are all here to with the students. It's a great feeling, and it's a perfect country, like heaven on the earth. No crime, all love, affection, hospitality. Students are very wonderful, and thanks to your highness, your leadership. Thank you. God bless you all. Assalamu alaikum. My name is Hafiz Ali. I'm an Indian. I'm here for the past 15 years. It's a second home country to me. Actually, I miss. I don't miss my country being here. It's a homely environment, and all thanks to the government and the rulers to make this country so prosperous and so safe and secure. May God bless. Assalamu alaikum.